قد لا يعرف الكثير من عشاق هذه الأغنية أنها أكملت 78 عاماً تشاركهم أعيادهم. من كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي، غنت أم كلثوم أغنية العيد الأشهر. مضت عدة عقود قبل أن تشتهر أغنية عيد جديدة، هذه المرة بصوت الفنانة الاستعراضية صفاء أبو السعود، التي استطاعت وضع بصمة جديدة في مسيرة أغنية الأعياد الشحيحة عربياً. سعودياً كانت لكبار الفن السعودي الثلاثة طلال مداح ومحمد عبده وعباد الجوهر بصمتهم في العيد بثلاث أغاني لقيت انتشاراً واسعاً على مدى عقود بين السعوديين. البداية بمحمد عبده الذي أطلق بألحانه أغنية ومن العايدين عام 71 من كلمات إبراهيم خفاجي، التي لا تزال راسخة في كل عيد للسعوديين. بعد ذلك بنحو 10 سنوات أطلق الراحل طلال مداح أغنيته الشهيرة كل عام وانتم بخير، التي تقترب من إكمال عقدها الرابع. أهلا بالعيد هلي وجانا. تلا ذلك عدة أغنيات لمجموعة فنانين سعوديين، من أبرزها أغنية أهلا بالعيد لعباد الجوهر، قبل أن تبدأ أغنيات العيد بالانكفاء على هذه الأعمال التي يستعيدها السعوديون والعرب سنويا. وبالعودة إلى أم أغنيات العيد، كانت للفنان السعودي علي عبد الكريم تجربة لم تلق رواجا واسعا بإعادة توزيع وغناء يا ليلة العيد، التي ظلت عالقة في الأذهان بصوت الست. ماجد إبراهيم، العربية.